بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، افتتحت مساء أمس في مدينة الديد أيام الشرقة التراثية لتكون المحطة الثالثة في الدورة 17، وذلك تحت شعار حرفة وحرف. ترسيخا ودعما لمفهوم ثقافة الموروث الشعبي وتراث الآباء والأجداد، حطت أيام الشارقة التراثية رحالها في ثالث المدن بعد الشارقة والحمرية، لتكون هذه المرة في مدينة الديد، حيث افتتح الفعاليات في القرية التراثية الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية رفقة عدد كبير من المسؤولين، حيث أخذت الأيام طابع وأسلوب وحياة البيئة البدوية في الماضي. أنا أعتقد من الأيام المتميزة التي تقام كاحتفالية وكعروض، الديد متميزة دائما، هناك تنوع، هناك حضور شعبي جميل، المشاركين من أهل المنطقة ومشاركين بكثير من الأمور التي يعني تعنيهم، وهم غير مثل ما يقولون يعني مبالغين في شيء، ولكنهم يقدمون شيء على طبيعته. نلقى اليوم التميز، نشوف الصقارة، نشوف الإبل، نشوف الطابع هذا. أنا عندي ضيوف جايين أجانب أيضا جبناهم معانا، وقلت لهم تشوفون شيء غير عن الشارجة، لأن كل مدينة تتميز بطابع معين. في حفل الافتتاح استمتع الحاضرون بالأهازيج والأشعار النبطية والرقصات الشعبية، بالإضافة لعرض المركبات القديمة. بعد ذلك قاموا بجولة في ربوع القرية التراثية التي نقلتهم إلى ذكريات الماضي الجميل والتراث والعادات والتقاليد الأصيلة، بالإضافة إلى الأجنحة التي نظمتها عدد من الجهات الحكومية التي تهدف إلى مزج التراث بالثقافة وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال. هذه السنة في إبراز أو في عرض بعض المنتجات أو بعض الأشياء النادرة أو التراثية، مثل معرض السلاح القديم، ومنها مدرسة الديد القديمة التي تأسست ودرس فيها كثير من طلاب أهل المنطقة الوسطى. البيئات الإماراتية أبرزتها الفعاليات بالقرية التراثية في مدينة الديد كالبيئة الزراعية والبحرية والبرية والجبلية والبدوية، كما أنها زاخرة بالبرامج والأنشطة والفعاليات التراثية والتي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري. ها هم أهالي مدينة الديد يحتفلون بأيام الشارقة التراثية التي تحتضن أجمل الفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. لأخبار الدار هدى سالم من أيام الشارقة التراثية بمدينة الديد.